السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازلنا متابعين محاضراتنا في مادة قواعد إدارة الإنشاء، المحاضرة التاسعة. بعون الله نبدأ محاضرة اليوم. جدولة المشاريع الهندسية. جدولة المشاريع الهندسية نعني بها تخطيط وبرمجة التنفيذ. ماذا يعني ذلك؟ تخطيط وبرمجة التنفيذ، تمام؟ من ضمن متطلبات العقود يجب على المقاول إعداد برنامج زمني. لاحظ، رجعنا تو لأول محاضرة. أول محاضرة قلنا إن العقد ليه مرفقات، مرفقات عقد عرفنا إن هي الرسومات والتصاميم وكراسة مواصفات و جداول التثمينية، الجداول أو المقايسات التثمينية، والمخطط الزمني اللي يحدد زمن المشروع، زمن اللي يتم فيه حساب زمن انتهاء المشروع. هذا هو اللي بندرسوه في محاضرتنا لهذا اليوم. معناته تخطيط وبرمجة التنفيذ هو يعتبر مستند من مستندات العقد، مستند من مرفقات العقد، تمام؟ لذلك نوهنا هنا ان من ضمن متطلبات العقود يجب على المقاول، لانه هو اللي بيقدم على العطاء، يجب على المقاول اعداد برنامج زمني لتنفيذ المشروع، والذي يمثل خطة المقاول الكاملة والشاملة لكل ما يتعلق بأنشطة تنفيذ المشروع، تمام؟ كل أنشطة المشروع، أوكي؟ يضعها المقاول في خطة كاملة وشاملة ابتداء من اليوم الأول إلى يوم تسليم المشروع، واضح؟ ويستلزم تقديم هذه الخطة خلال فترة زمنية محددة بعد استلام الموقع. لما المقاول يستلم الموقع لابد بعدها في فترة زمنية محددة انه هو يقدم الخطة، اهي الخطة الزمنية، اهي خطة سير المشروع، تمام؟ لان الخطة الزمنية فيها تحدد فيها عدد العمال والمواد الموردة وكمياتها، وكذلك من خلالها نعرف نسب إنجاز العمل في كل مرحلة من المراحل، وغيرها من الأشياء اللي بتوضح معانا من خلال سردنا لهذه المحاضرة، تمام؟ فنحن لعند وين وصلنا؟ إن أيوة، تقديم هذه الخطة خلال فترة زمنية محددة بعد استلام الموقع، وتناقش الخطوط العريضة لبنود هذه الخطة مع من؟ مع المهندس المالك أو الجهة المالكة. تناقش المقاول مع المالك وتكون قابلة للتعديل، شيء طبيعي تكون قابلة للتعديل قبل اعتمادها في اجتماع يضم ممثلين لأطراف التعاقد، تمام؟ قبل اعتمادها في اجتماع يضم ممثلين لأطراف التعاقد. وتهدف هذه الخطة إلى، نبغى نتعرفوا على أهداف الخطة الزمنية التي يطرحها المقاول في خطة كاملة وشاملة على المالك. شن هي الأهداف؟ أوكي، واحد، أول شيء المراقبة والسيطرة على موارد المشروع. شن هي موارد المشروع؟ تشمل كل المواد اللي خاشة في بناء هذا المشروع، تمام؟ تمام. المراقبة والسيطرة على موارد المشروع، وليست فقط موارد مادية ولكن موارد مواد يعني، بل هي حتى موارد مالية، أوكي؟ السيطرة على الموارد المالية والموارد المادية.
2. تمويل وتوزيع الموارد حسب النشاطات الفعلية، أوكي؟ وهذا بيتضح معانا لاحقا. 3. تحديد المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ كل نشاط. شو نعني بالنشاط؟ نعني بالنشاط اللي هي المرحلة، مرحلة تنفيذ عمل معين. فأنا في المخططات الزمنية مرحلة تنفيذ عمل معين أنا هنسميه نشاط، يعني مرحلة تنفيذ القواعد هنسميه نشاط A، بعد القواعد في سملات هنقول هذا النشاط B، بعد السملات هتطلع الأعمدة هنقول هذا هو النشاط C مثلا، بعدين نربط الأعمدة من الأعلى بالكاميرات هنقول هذا هو النشاط D، وهكذا. تمام؟ ففي المخططات الزمنية بنود تنفيذ الأعمال نتعامل معها على أنها أنشطة، أوكي؟ وبالشكل الذي يمكن توزيع الفترة المحددة للعقد على جميع أنشطة المشروع بشكل مدروس يضمن تحقيق الأهداف المخطط لها. تمام؟ 4. المخطط الزمني اللي يطرح المقاول يحدد لي أيضا شني اللي هي النقطة 4، هي تحديد التأخيرات الحادثة أثناء التنفيذ إلا ما في مرحلة من مراحل التنفيذ يتم فيها التأخير لسبب ما، تأخير توريد مواد، عدم توفر عمالة ضمن تخصصات معينة، أي سبب كائن قد يحدث هذا الطارئ. فكيف نتلافى نحن الأمور هي باش ما تأثرش على زمن تنفيذ المشروع؟ هذا كله يتم طرحه ويتم دراسته ويتم وضعه في عين الاعتبار، اللي هي النقطة 4، تحديد التأخيرات الحادثة أثناء التنفيذ وكذلك المشاكل التي قد تعيق تنفيذ المشروع بشكل مباشر مباشرة بعد وقوعها حتى يمكن تفاديها بسرعة، أوكي؟ فالأهداف هذه كلها لابد أن يتضمنها المقاول ضمن الخطة الذي يقترحها، أوكي؟ معناها لابد أن تكون عندنا برامج لشني؟ لدراسة هذا المخططات الزمنية، أوكي؟ شن هي أشهر هذه البرامج؟ عندنا زوز برامج، يا إما باستخدام المخطط المستقيمات اللي هو يعرف بالبار شارت، أو باستخدام التخطيط الشبكي اللي يعرف بنتورك ديجرام. نتورك ديجرام فنحن بناخدوها واحدة واحدة وبندرسوها وبنشوف الكيفية كيف. أولا المخطط مخطط المستقيمات اللي هو بار شارت. بار شارت هذا هو عبارة عن شني؟ هي عبارة عن جزء من مخطط المستقيمات. مثلا هذا مثال مطروح، مخطط المستقيمات هي عبارة عن شني زي ما في المثال المطروح أمامنا هذا لمبنى سكني. تمام؟ فحددنا طريقين البنود اللازمة لتنفيذ هذا المبنى السكني اللي سميناه نشاطات، زي حفر القواعد، خرسانة قواعد، سملات، أعمال ردم، خرسانة أعمدة، سقف، ويستمر العمل إلى نهاية المشروع. جينا في كل نشاط من هذه الأنشطة حددنا ليها زمن، الزمن هذا يقدر بأسابيع، يقدر بأسابيع. فالتوقعات التي يضعها المقاول إن أعمال الحفر تستغرق أسبوعين، خرسانة القاعدة أسبوعين، سملات أسبوعين، الردم والخرسانة الأعمدة والسقف كلها ثلاثة 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 وهكذا. تمام؟ به لما يبدأ المقاول في الشهر الأول من استلامه للموقع، فهنا
الشهر الأول. طبعا كل شهر يقسم إلى أربع أسابيع، تمام؟ بما أن المدة الزمنية لكل نشاط محسوب بالأسابيع، فمعناها هيكون هنا الجزئية هذه أشهر، وكل شهر يحتوي أكيد يعني في طبيعة الحال أربع أسابيع. فلما نجي أنا نقول حفر القواعد يحتاج إلى أسبوعين، فنجي بخط، الخط هذا المستمر، تمام؟ الخط المستمر اللي هو شنو يمثل لي؟ طبعا هذا قبل التنفيذ، أوكي؟ قبل التنفيذ. أما الخط المنقط فيمثل لي شنو بعد التنفيذ. بعد التنفيذ، بعد التنفيذ أكيد بتكون في إشراف ومراقبة على العمل، ففي احتمالية أن هذا العمل يتأخر أسبوع، أني ما نبدأش في الأسبوع الأول، نبدأ في الأسبوع الثاني، أوكي؟ نبدأ من الأسبوع الثاني. فيمثل لي اللي هو الخط المنقط أهو، تمام؟ أوكي؟ هذا بالنسبة لي أعمال حفر القواعد. قال لي أسبوعين، معناها الشيء المخطط ليه ان المفروض من الشهر الاول من استلام العمل انه هو يبدا ضمن الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، اعطيناه خط. نجي لي خرسانة القواعد تحتاج الى اسبوعين، هل نقدر اني ننفذ الخرسانة قبل ان نتم اعمال الحفر؟ تمام؟ فمعناه هنا عندي شني؟ عندي خيارين هنا. أعمال الخرسانة هتبدأ من الأسبوع الثالث لعند الرابع، هذا الطبيعي بعد ما ننتهي من أعمال الحفر كلها بشكل كامل هتبدأ أعمال خرسانة القواعد. ولكن الحفر اللي حفرناه في مدة أسبوع قد نبدأ أنا في الأسبوع الثاني من أعمال الحفر، نبدأ في إنشاء الخرسانة، صح ولا لا؟ هنبدأ في إنشاء الخرسانة اللي هو الخط المنقط أهو، تمام؟ معناه هذا شن صار لي؟ استغليت الوقت هنا، تمام؟ أوكي؟ قدمنا وقت أعمال تنفيذ الخرسانة القواعد مدة أسبوع كامل، وضحت؟ تمام. نجي لي السملات، السملات تحتاج إلى أسبوعين، أوكي؟ باهي. السملات هي ربط بين شني؟ العنق بتاع الأعمدة اللي طالعة من القواعد، ولا لا؟ باهي. هل نستطيع أني أنا ننفذ السملات قبل تنفيذ القواعد؟ مستحيل، ولكن نقدر ندخلها في القواعد المنفذة خلال الأسبوع الثالث، ننفذ فيها السملات، صح؟ ما تميت أنا أسبوع إلا والقواعد اكتملت بشكل كامل خلال الأسبوع اللاحق ليها، وبالتالي السملات نقدر، لابد أن تكون يعني في إمكانية أن يكون فيها تداخل مدة أسبوع مع أعمال القواعد، أوكي؟ تمام؟ ونقدر شني نبدأ فيها بعد انتهاء من تنفيذ القواعد بشكل كامل هو الخط المنقط أهو، تمام؟ أوكي؟ تمام. هذه بالنسبة لي السملات، أوكي؟ في ليها ثلاث احتمالات، يا إما بعد الانتهاء بشكل كامل من أعمال تنفيذ خرسانة القواعد، أو في احتمالية تأخيرها أخرى، تأخيرها للأسبوع الثاني من الشهر الثاني، أوكي؟ فهذه هي الخطة، أن المقاول يدرس كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع من حيث تقدمها وتأخرها، ومن حيث تنفيذها أثناء أو على الوقت المحدد لها، أوكي؟ وهكذا نمشي مع الأعمال الأخرى. خرسانة الأعمدة، خرسانة
الأعمدة. الأعمدة أوكي اللي هو منفذة، طبعا هي 3 أسابيع، فهذه هي 3 أسابيع. وأمتى؟ بعد الانتهاء من أعمال الردم، بعد الانتهاء من أعمال الردم. ما نقدرش أنا ننشئ الأعمدة وأعمال الردم ما زالت غير مكتملة، أعمال الردم غير مكتملة، فهذا العمل لابد من أن يبدأ بعد اكتمال الردم بشكل كامل. نجي لي خرسانة الأسقف، نفس الشيء. الأسقف هي مبنية على الأعمدة، ما نقدرش ندير جزء من السقف ونخلي الجزء الآخر، لابد من الانتهاء من كافة خرسانات الأعمدة كاملة، بعدين نبدأ في خرسانة السقف وهكذا. ففي أعمال يعني اتحمل تقديمها أو تأخيرها أو إنجازها على الوقت المحدد لها، لكن في أعمال لابد من أن تبدأ أو تنجز على وقتها بالتمام. ليش؟ لأنها مربوطة بانتهاء العمل السابق لها بشكل كامل. أوكي؟ زي أعمال خرسانة الأعمدة وأعمال السقف، واضح؟ فالمخطط اللي قدامنا هذا هو ما يسمى به المخطط المستقيمات، اللي هو بار شارت. بار شارت أوكي؟ واضح؟ هو سهل جدا، يعني حتى لما يجيك سؤال عليه هيعطى لك القائمة، هذه قائمة البنود وعدد القيم الزمن التي تستغرقها تنفيذ هذه النشاطات. ما عليك إلا أن ترسم المستقيمات هي، تمام؟ أمتى في إمكانية وجود تداخل بين الأعمال وأمتى لا تنجز على الوقت بالتمام. باهي، البند أو النشاطات من 1 إلى 8 لكي تنجز. أنا نحتاج قديش مدة زمنية؟ نحتاج إلى 3 أشهر. ال3 شهور هذين من المخطط الزمني وضح لي إن لتنفيذ هذه الأنشطة من 1 إلى 6 نحتاج إلى 3 أشهر. نحتاج إلى 3 شهور. أوكي؟ تمام؟ وكذلك النشاط 1 و2، لإنجاز النشاط 1 و2 أنا نحتاج إلى شهر كامل. أوكي؟ لإنجاز مثلا الأنشطة عند 4 أنا نحتاج إلى 1.5 شهر. تمام؟ وهكذا. يعني المخطط المستقيمات هذا هيبين لي كل نشاط، زمن كل نشاط، وكذلك الزمن الكلي لتنفيذ هذه الأنشطة مجتمعا. واضح؟ مثال، في أحد المشروعات السياحية تم تنفيذ حوض سباحة على شكل مستطيل. حوض سباحة على شكل مستطيل، طوله 20 متر وعرضه 8 أمتار، معناه 20 × 8 مستطيل، يرتفع عن مستوى سطح الأرض ب50 سنتي يعني 0.5 متر، وبعمق متغير وفق ميل أرض، معناه شنو؟ إن الأرضية بتاعته مائلة، ما هيش أفقية، في الاتجاه الطولي، والتي صممت على أساس خط مستقيم مائل، فهذه هي معادلة الميل. معادلة الميل إن لكل 1 رأسي يساوي إلى 3/40 أفقي، 3/40 أفقي، حيث Y تمثل البعد الرأسي وX البعد الأفقي. أوكي؟ وكان أقصى عمق للحوض من الداخل 3 متر، أقصى عمق. تمام؟ فيه رسمة مرفقة توضح الشيء هذا. أقصى عمق هو حوض المسقط الأفقي بتاعه عبارة عن 8/20. أوكي؟ هذا البعد الخارجي. تمام؟ الحوض هذا القاعدة بتاعته تحقق ميل، معطي بالمعادلة، قال لك أقصى عمق ليه اللي هي المسافة أهي تساوي إلى 3 متر. 3 متر.
تمام. ويرتفع عن مستوى سطح الأرض 50 متر، اللي هو أهي الحوض هذا، هو ارتفاع عن مستوى سطح الأرض، هو هذا هو المنسوب سطح الأرض، يرتفع 0.5 متر، معناه هذا كله تحت سطح الأرض. الحوض هو زي الخزان يعني، موجود تحت سطح الأرض، معناها بيكون موجود تحت سطح الأرض تحت عمق شني 2.5 متر، 2.5 متر من هذا الطرف، من هذا الطرف، ومن هذا الطرف 1 متر، 1 متر. اوكي. ونفذت جدران الحوض من الخرسانة المسلحة بسمك 20 متر. هذا شن يعطيني؟ هيعطيني الفراغ الداخلي أو الحجم الداخلي، مادام عرفت أنا سماكة الخرسانة المسلحة لجدران الحوض اللي هي 20، لأن البعد الخارجي 20 في 8، معناها البعد الداخلي قديش؟ 20 هنقص منها 20 سنتي من الطرفين، معناها بتكون كم؟ بتكون 19.6، وهنا بتكون 7.6، هذه الأبعاد الداخلية. وقاعدة الأرضية اللي هي سماكة قاعدة الأرض عبارة عن 40 سنتي، 4.4 متر. وتم تكسية الحوض من الداخل بالسيراميك سماوي اللون مقاس 16 في 24. المطلوب حساب كميات بنود الأعمال ومجموعة التكاليف، علما بأن الأسعار كانت على النحو الآتي. لعن توا ما فيش أي شيء غريب، حساب كميات لحوض سباحة وحساب التكاليف، لأن عطاني أسعار، أكيد بيعطيني الأسعار. الأسعار عايدة لبنود الأعمال شن هي؟ قال لك الحفر 8 دينار للمتر المكعب، الردم 10 دينار، الخرسانة المسلحة 215 دينار، وهذه كلها لواحد متر مكعب خرسانة. المادة العازلة 5 دينار لشنهي، لاحظ، لأنها تكون طلاء للجدران. أعمال الطلاء بالمادة العازلة أو الطلاء بأي طلاء، وكذلك أعمال البياض، هذه كلها تحسب بالمتر المربع، اتفقنا على الشيء هذا، أصبح واضح. فيقول لك المادة العازلة 5 دينار للمتر المربع، وعندنا أعمال سيراميك، السيراميك أيضا بالمتر المربع 25. تكلفة أعمال التغذية بالمياه، لأن حوض سباحة يحتاج إلى تغذية بالمياه، وكذلك صرف ومستلزمات الحماية والمضخات ومتطلبات الكهرباء ومنصات القفز والسلالم، بلغت تكلفة الأشياء هذه كلها 5000 دينار. وجميع هذه الأسعار تشمل التوريد والتركيب، هذا المطلوب الأول. المطلوب الأول عبارة عن شنو؟ نفس المسائل السابقة في المقايسات التثمينية، يعني أنت تعد توا في مقايسة تثمينية لحوض سباحة، ما فيش شيء غريب عليك، تمام؟ تمام. 2 إعداد برنامج زمني بالأسابيع لتنفيذ، بالأسابيع قالك، حدد لك أنا أن تعد برنامج زمني بالأسابيع لتنفيذ مختلف بنود الأعمال، بالاعتماد على وضع تقديرات منطقية للمدة الزمنية التي يحتاجها كل نشاط باستخدام بار شارت اللي هو الخطوط المستقيمة. أوكي؟ باهي. لابد أنا هنا أني نحدد ما هي البنود اللي بتخش معايا في جدول المقايسة، واللي بناء عليها أنا بنقول أن البنود هذه هي الأنشطة، واللي بعدين بنقسمها في بار شارت. كل حاجة عطاني لها السعر بندخلها عندي في بن. فعندي قال لك الحفر 8 دينار، معناها أول شيء عندي أعمال حفر، هذا البند الأول، وبعدين أعمال لازم تكون خرسانة وفقا لترتيب أعمال تنفيذ المشروع، حفر وبعدين صب خرسانة وبعدين ردم، معناها عندي بند حفر لأن عندي سعره، أعمال خرسانة مسلحة عطاني سعرها،
ردم، أعطاني سعرها. المادة العازلة، أعطاني سعرها. والسيراميك، أعطاني سعرها. معناها المقايسة تتكون من 5 بنود، تمام؟ باهي. بالإضافة لشني تكلفة أعمال التغذية والمياه والصرف ومستلزمات والحاجة الكماليات هذه كلها والكهرباء والسلالم وكذا، هذه كلها حددت لي ليها تكلفتها 5000 دينار، تمام؟ أوكي. معناه أنا في حساب الكميات شو بنحسب؟ هنحسب كمية حفر وخرسانة مسلحة وبعدين ردم. بعدين المادة العازلة، المادة العازلة وين؟ هتكون لي الجدران، الحوض الموجودة تحت منسوب سطح الأرض، مش فوق سطح الأرض، تحت سطح الأرض، تمام؟ السيراميك، السيراميك وين بيكون؟ بيكون تغليف للجدران الداخلية مع قاعدة الحوض السباحة، واضح؟ تمام؟ نبدو الآن في الحل بعد مناقشة السؤال وما نبدو في خطوات الحل. زي ما هو موضح، هذا المسقط الجانبي للحوض، البعد الطويل هذا 20، أقصى عمق من هذا الطرف اللي هو 3، سماكة قاعدة الحوض 4 أو 40 سنتي، ويعلو فوق منسوب سطح الأرض بمسافة نص. البعد من الطرف الآخر ارتفاعه 1.5 متر، وعندي هنا معامل أو معادلة الميل، معادلة ميل حوض السباحة، تمام؟ تمام. باهي. هنا أول شيء أنا لازم نحسب شني حوض السباحة، هنحسبه ونتعامل معه كما كنت نتعامل مع خزان الماء، نفس مسألة خزان المياه. معناها نحسب خرسانة القاعدة بروحها وخرسانة الجدران كأنه خزان ماء من دون غطاء. أوكي؟ أوكي؟ تمام. كمية خرسانة القاعدة، كمية خرسانة القاعدة ماذا تساوي؟ تساوي عن مسقط الأفقي الطول في العرض في سماكة القاعدة، تمام. طولها كم؟ وعرضها كم؟ تمام؟ وسماكتها قديش؟ طولها هو 20، أوكي؟ عرضها 8، سماكة القاعدة 4 من 10، 4 من 10، تمام؟ أوكي. هنا بتقول لي ليش 20.06؟ لماذا؟ ها؟ لأن 20 هي مسافة أفقية والـ8 مسافة أفقية، وهو مائل على الطول مش على العرض، يعني مائل في الاتجاه 20، معناته هيحقق لي الرسمة الجانبية. أهو أنا عندي 20، أوكي؟ ده 20، والعمق هذا 1.5، تمام؟ فلو أني وصلت بالشكل هذا أو بالشكل هذا، نفضل أني نرسمها باش تجي واضحة. لو أني نفعل معايا برنامج الرسام باش يساعدني شوي. أنا عندي هنا كيف بيكون؟ أنا قد أوكي، أنا عندي المسافة أهي 20، تمام؟ عندي من هنا 1.5، أوكي؟ وعندي من هنا 3، تمام؟ وهذه هي قاعدة حوض السباحة، أوكي؟ تمام. لو إني جيت قسمت الشكل هذا بالشكل إلى جزئين، هو صح؟ تمام؟ أوكي. يظل الخط الأفقي هذا طوله 20، تمام؟ باهي. المسافة من هنا لعند هنا
عبارة عن كم؟ ثلاثة، صح؟ من دون سماكة القاعدة. اوكي، لو قلنا رسمنا خط اخر غليظ، قلنا ها هو تشمير، لو قلنا ان هذا هو سماكة القاعدة اللي هي الاربعين سنتي، واضح؟ فانا عندي الثلاثة فوق السماكة لعند هنا ثلاثة، فمعناه الثلاثة لو نقصت منها واحد ونص هيصبح عندي الارتفاع هو، هيصبح عندي الارتفاع من هنا لعند هنا قديش؟ واحد ونص. وضحت؟ معناه المسافة هذه واحد ونص وهذه عشرين، معناها طول قاعدة الحوض المائل هذا ماذا تساوي؟ ماذا تساوي؟ قاعدة أو نظرية فيثاغورس، معناه واحد ونص مربع زايد عشرين مربع، هنخذهم تحت الجذر، هنتحصل على طول الوتر أهواء اللي هو يمثل لي قاعدة الحوض السباحة اللي هو هيطلع لي 20.06. وضحت؟ آية. أوكي؟ تمام؟ أوكي. معناه كمية الخرسانة الطول المائل هذا اللي أنا طلعت 20.06 ضارب 8، لأنه هو ثابت في العرض مائل في الطول، 8 لا تتغير، في سماكة حوض في سماكة حوض السباحة، تحصل على كمية الخرسانة اللي لازم تنفيذها لقاعدة حوض السباحة. نجي توا نحسب الجدران، نحسب الجدران. أنا في هذا الطرف أو في هذا الطرف عندي جدار طوله 3 وسماكته 20، ولا لا؟ وعندي في هذا الطرف حائط طوله 1.5 وسماكته 20 وطولهم في الاتجاه القصير 8.8. وين تجيني الإشكالية؟ في الحائط اللي في الاتجاه الطويل أهو، كيف شكله؟ شبه منحرف، شبه منحرف، نحسب على طول دايركت. شبه منحرف عبارة عن القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى على 2 ضرب العمودي هذا اللي هو 20، معناه 1.5 زائد 3 على 2 ضرب 20، هذا هو الحائط اللي في الاتجاه هذا، وفي عندنا الحائط المناظر اللي في الاتجاه الآخر معناه ضرب 2، المقدار هو 1.5 زائد 3 على 2 ضرب 20. اوكي، اهو ضرب 20. اوكي، المفروض ضرب 2 لان عندنا حائطين 2، تمام؟ اوكي، هنحسب لي الحائطين هذين مع بعض، وبعدين الحائط اللي من هنا والحائط اللي من هنا كيف شكله؟ مستطيل 1.5 × 8، صح؟ وهذا 3 × 8. اوكي، 3 × 8. هنا طبق شني؟ طبق نظرية الحجم الخارجي ناقص الحجم الداخلي، تمام؟ وأنا طبقت شني؟ الأشكال الهندسية دايركت، خذيت كل حائط وشكله وحسبته. الطريقتين صح، أيهما أسهل ليك اختاره حل. الاثنين صح، هذه طريقة الحجم الخارجي ناقص الحجم الداخلي. أنا استخدمت الحائط هذا شكله شبه منحرف وضربته في 2 لأن الحائط هذا كمناظر لي، وخذيت الحائط هذا لأنه مستطيل أبعاده 3 × 8، والحائط هذا مستطيل أبعاده 1.5 × 8، وجمعت الحوائط الأربعة مع بعض طلعت كمية الخرسانة لي الحوائط مجتمعة. أوكي، تمام. لما حسبنا كمية الخرسانة للقاعدة وللحوائط هنجمعهم مع بعض هنتحصل على كمية الخرسانة الكلية. أوكي، به تونا بنحسب أنا كمية الحفر. كمية الحفر
اللي هي وين تمثل لي، تمثل لي هذا، مش البعد كل ثلاثة، لا عندي نص متر فوق سطح الأرض، فمعناها وين الموجود تحت تحت الأرض عندي 2.5 زائد 4 من 10 معناها 2.9، تمام. وعندي الجزء المائل هذا اللي هو طوله 20.06، وعندي الارتفاع هذا اللي هو كم 1.5 زائد 4 من 10 معناه 1.9، من هنا 1.9. معناته كيف نحسب أنا كمية الحفر؟ أوكي؟ أوكي. كمية الحفر هي عبارة عن شنو؟ قلنا هنا قديش 2.9 صح؟ زائد 1.9 على 2 لأنه شبه منحرف ضارب 20 اللي هي المسافة الأفقية أهي، تمام. خذينا الشكل هذا وضربناه في 8 اللي هو العمق، كأني نجيب في حجم منشور موضوع بالمقلوب على الأفقي، واضح؟ فشني هناخد مساحة السطح الواضح لينا أو المواجهنا هذا في العمق الممتد لي اللي هو 8، أوكي؟ فالمساحة الجدار هذا عبارة عن شبه منحر، البعد هذا العمق هذا عبارة عن كم؟ 2.9 زائد القاعدة الصغرى 1.9 على 2 ضارب 20، هذه المساحة المقابلة لي لهذا الجدار، ضارب العمق 8، هنتحصل على حجم أو كمية الحفر. كمية الحفر هنا في خطأ راه، هذا 1.، هنا ايه مظبوط، هذه 1.9 مش 1.4، هذه 1.9، تمام. اوكي لا صح، هذه 1.5 حول منها نص، تبقى منها 1، والواحد هنجمع عليها 4 من 10 معناها 1.4 مظبوطة، مظبوط. معناها شني 2.9 زائد 1.4، 2.9 في هذا الطرف، 1.4 في هذا الطرف، على 2 ضارب 20، بعدين نضربها في العمق في الاتجاه اكس، في الاتجاه هذا اللي هي 8، نتحصل على كمية الحفر اللي هي هذه، تمام. كمية الحفر، في ملاحظة هنا قال لك في حالة إعداد برنامج زمني يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار أن يكون القياس فعلي، أي إضافة مساحة عند الحفر للجوانب، تمام. وهذا اللي قلناه من قبل، ذكرنا الشيء هذا من قبل، قلنا في حساب الأزمنة أو عدد العمال، تمام، ندخل القياس الفعلي في حال حسابات مالية تكلفة، هندخل القياس الهندسي. طلعنا منها الملاحظة هذه، المفروض تكون يعني موجودة جاهزة عندك الملاحظة في دماغك أثناء الحساب. فهنا أنا نحسب لمخطط زمني، فلابد من إضافة كما تقول نص متر من الطرف هذا ونص متر في الطرف هذا على كمية الحفر. أنا نحكي هي تؤثر معي في كمية الحفر، فمعناها لما نجي ناخذ البعد، البعد هذا ثابت عندي ما عنديش فيه مشكلة، لكن البعد الأفقي هنزيد من هنا نص ومن هنا نص، وكذلك في البعد من آخر، معناها العملية الحسابية اللي هنا شو بتكون؟ بتكون 2.9 زائد 1.4 على 2 ضارب 20.5، إذا كان زدت ربع من هنا وربع من هنا أو زدت نص نص معناها تكون لي 21، بتكون هذه 21
ضارب الثمانية هنزيد نص ونص، معناه بتولي تسعة. معناه هذه لو هذه تسعة وهذه 21 ضربتها في هذا المقدار وحسبت كمية الحفر، هتكون كمية الحفر الفعلية، كمية الحفر الفعلية. تمام؟ أوكي. ده هنا نجولي العوازل، الطلاء بالمادة العازلة. أنا بنطلي هذا الجدار اللي هو ارتفاعه كم؟ 1 متر من الطرف هذا، ومن هنا 2.5 متر. طبعا أكيد السماكة هذه مش بتخش معاي، أوكي؟ على طول 20، معناها الجدار هو اللي أنا بنطليه عبارة عن شني؟ 1 زائد 2.5 على 2 ضارب 20، وما زال بنضربها في 2، تمام؟ لأن عندي جدارين متقابلين، وبعدين نجمع عليه الجدار اللي من هنا والجدار اللي من هنا، هم نفسهم لكن ارتفاعاتهم تختلف. الجدار هذا عبارة عن 8 ضارب 1.5، لا 8، لأن الجزئية هذه، الجزئية هذه اللي تحت الأرض، عبارة عن 1 ضارب 8، تمام؟ أوكي، يعني من بداية القاعدة القياس 1.4 في 8 زايد هذه بتكون 2.9 في 8 في الطرف الآخر، 2.9 في 8، تمام؟ زايد هناخذ السماكة في عين الاعتبار، فمعناها 2.9 زايد 1.4 على 2 ضارب 20 ضارب 2 لأن الجدارين متقابلين، وهذا جمع الجدار الأول والجدار الثاني، هيطلع هذا هو، هذه هي مساحة الجدران الواجبة طلاءها بالمادة العازلة، الأسطح الخارجية. تمام؟ به نجول السيراميك. السيراميك هي تغطية داخلية، معناها تكون أرضية وجدران. الأرضية اللي هي شني؟ الطبقة المائلة، السطح المائل اللي هو طوله كم؟ 20.06، هنضربه في الكم؟ في 8، هذا هو مساحة الأرضية لهذا مقدار، جت من هنا 20.06 ضرب 8 مساحة الأرضية، تمام؟ زي مساحة الجدران الداخلية، الجدران الداخلية أهي الجدران الداخلية، أنا عندي 19.6 وعندي هذه 7.6. الجدار هذا اللي طوله 7.6 هنضربه في ارتفاعه قديش؟ 3، تمام؟ باهي زايد الطول هذا 7.6 في ارتفاعه اللي هو 1.5، تمام؟ تمام. زايد الجدار هذا، اوكي، الجدار هذا هو عبارة عن شبه منحرف اللي هو كم؟ 3 زائد 1.5 على 2 ضارب 20 لهذا الجدار من الداخل، من الداخل ضارب 19.6 عفوا، معناه 3 زائد 1.5 على 2 ضارب 19.6 ضارب 2، لأن الجدارين هما متماثلين اليوم نفس البعد. لو جمعتها العملية الحسابية هي الأرقام، هي هتطلع لك، هيطلع لك الرقم هو 122.4 اللي هي مساحة الجدران من الداخل. تمام؟ أوكي. لما نجي أنا نجمع التكاليف للأعمال هذه كلها، هنجيب كمية الحفر نضربها في سعرها، وبعدين نجمع لي حساب مقايسة تثمينية، غير أنا كتب لك كتابية، هيكون الحفر في سعرها زايد الخرسانة في سعرها زايد السيراميك في سعرها زايد العزل في سعرها زايد التكلفات الأعمال الأخرى اللي هي 5000، هذه هي التكلفة الإجمالية. كمية الردم عرفنا كيف نحسبوها، الردم الفعلي لابد أن يكون كمية الحفر الفعلي، واللي نحن حسبناها شفويا ما كانتش مكتوبة توا كتبوها،
اللي هي كمية الحفر قلت لك 21 بزيادة نص متر من الطرفين على ال على 20 تولي 21، والثمانية بزيادة نص متر من الطرفين تولي 9. هنضربوها في كم؟ 2.15، اوكي، اللي هو العمق، اللي هو العمق. هذه المساحة السطحية 21 في 9 ضارب، نشوف العمق هذا نتحققه منه. اوكي، هو حسب هذه على طول ونزلها كرقم دايركتلي، معناها 21 ضارب 9 وحسب هذه على طول وحطها كرقم، اللي هي المفروضة هي 1.4، 1.4 زائد 2.9 على 2، هذه هي، اوكي، دي 2.15. هذا هو الحفر الفعلي. فعملية الرد مدى تساوي الحفر الفعلي ناقص الخرسانة الكلية، هذا شيء بديهي. نجي للجزئية أو المطلوب اللي متعلق بمحاضرة اليوم، اللي هو شني؟ اللي هو البرنامج الزمني. نجي نحطه هنا النشاطات، شنو نحطه؟ النشاطات. أنا عندي حفر وردم وخرسانة قواعد وخرسانة حوائط وعوازل وسيراميك وأعمال أخرى. هو قال لي احسبها بالأسابيع، فنجي نقول أسبوع الأول ثاني ثالث رابع خامس وهكذا. فنجي لي الحفر، الحفر ماذا يحتاج؟ قديش أسبوع؟ شوفوا المثال. وجميع هذه الأستشفى توريد والتركيب اعد برنامج زمني بالاسابيع لتنفيذ مختلف بنود الاعمال بالاعتماد على وضع تقديرات منطقيه للمده الزمنيه التي يحتاجها كل نشاط. معناها خلى لك الاختيار انك تتوقع كل نشاط قديش يستغرق، يعني عمليه الحفر قديش تستغرق، اسبوع، اسبوعين، ثلاثه. هو بشكل منطقي قال لك تقديرات منطقيه، تمام. فالحفر قدر انه هو يستغرق اسبوعين، خرسانة القواعد ايضا اسبوعين، ولكن الخرسانة امتى؟ متداخلة مع اعمال الحفر، لما ننجز انا نص حفر ال شو اسمها حوض السباحة، هنبدأ أني نخدم في الجزء اللي أنا حفرته على الأقل بإقامة الشدات الخشبية، صح؟ ووضع حديد التسليح خلال الأسبوع، يعني بعد الانتهاء من الأسبوع الأول هتبدأ أعمال الخرسانة، خرسانة القواعد، تمام؟ أوكي. الردم أمتى؟ الردم بعد ما ننتهي من الخرسانة القواعد وخرسانة الحوائط ودهن العوازل، باهي، ودهن العوازل يعني بعد دهن الجدران من الخارج بالعوازل، هذا وين هنبدأ في أعمال الردم. هذا ليش أنا أعمال الردم تأخرت عندي لعند الأسبوع السادس، أوكي، بعد أعمال العوازل العزل الخارجي، لكن مش مربوطة بأعمال السيراميك الداخلية، مربوطة بالأعمال الخارجية، الحوائط الخارجية، واضح؟ فتكون شني؟ خرسانة الحوائط أمتى نبدأ فيها؟ نبدأ فيها بعد تنفيذ، بعد صب أو بعد ما ننتهي من أعمال خرسانة القواعد في الأسبوع، في أسبوعها الأول، في أسبوعها الأول من بدء العمل، في أسبوعها الأول، تمام. هنبدأ في خرسانة الحوائط على الأقل في الحائط للجانب اللي نفذ سابق. أعمال العزل بعد الانتهاء تماما من خرسانة الحوائط، ليش؟ لأني بالرجاء أني نتجف وبنعالجها
فبعد الانتهاء منها بشكل كامل هنبدأ في إجراء أعمال العزل عليها. السيراميك أمتى؟ السيراميك هيبدأ في منتصف أيوة المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ خرسانة الحوائط، أوكي؟ وليكن تستغرق 3 أسابيع. الأعمال الأخرى هي الأعمال التشطيب، يعني أعمال التشطيب من سلالم وغيرها، أيضا هتكون متداخلة مع أعمال السيراميك، أوكي؟ وقدرت بأن تكون أسبوعين، كتقدير منطقي لزمن تنفيذ كل نشاط. هذا هو المثال. دعوني لما في شيء جديد، كل مرة نضيف فقرة بسيطة ونتوقف عند هذا المثال لمحاضرة اليوم. نتلاقوا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.